من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. إذا هذا قاعدة أخواني الكرام لابد أن نتبعها. ذكر شيء كيفية الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إجمالا وتفصيلا. حسب إخوان الكرام هنا الإخبار، لأنه لو أردنا من أنفسنا أن نعرف تاريخ الأنبياء والمرسلين لما عرفنا، ولو لم ينقل لنا القرآن والسنة النبوية نقلا صحيحا لذلك لما علمناه. وإلا إخواني الكرام لم تحترم أمة الأنبياء والمرسلين كما احترمته أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكما روي في آثار كثيرة أن رأس سيدنا يحيى كانت تلعب به بغايا بني إسرائيل، رأس مشكون دليل على شنو، على قتلهم والاستهتارهم إخواني الكرام بأنبيائهم ورسلهم. إلا أن الأمة المحمدية كما حفظ الله بها القرآن إن نحن نزلنا الذكر كذلك، هي حفظت احترامها وأجدادها للأنبياء جميعا ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان المجمل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دون الله. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبأنهم جميعهم صادقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمنا هداة مهتدون. قال تعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والرسل ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، وبأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين جاءوا بالبينات من ربهم إلى أقوامهم. قال تعالى حكاية عن أهل الجنة لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بالله دقيق أنهم كانوا بارون راشدون كرام برا أتقياء، ولا بد أن نذكر أنهم كانوا شجعان إخوان. أشجع الأقوام رسلهم، بل أشجع البشر الأنبياء والرسل. إخواني لما قال الكفر لأنبيائه قالوا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. سيدنا إخواني أظن سيدنا شعيب في قومه مدين لما قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. في الأخير فما تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا قبل حشد قبل يكفينا أن أخذ مثلا في الشجاعة محمد بن عبد الله. إخواني غزوة حنين التي قال فيها دماء إخواني نحن لن نغلب، قلنا قال الصحابة رضي الله عنهم لن نغلب من القزوة الوحيدة اللي كنا فيها إخواني الكرام نحن أكثر من العدو، كنا 12,000 وكانوا أقل من ذلك هم 3 أو شيء من هذا النوع. قالوا كلمة إخواني ابتليت بها، شوفوا الكلمة التي تخرج فيبتلى بها المجموعة بأكملها، هو امتحان من الله عز وجل. وهم خارجون إخواني ترصد لهم فهاربوا إلا محمد صلى الله عليه وسلم ونفر من أصحابه. يعني إذا قلنا 11,900 ممكن مشوا على روحهم، البقية أين هم؟ 11,900 هاربوا، بقى النبي صلى الله عليه وسلم وبضعة، وهم في أبو بكر وفيهم عمر وعثمان وغيره. إيش كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا الكرام صدق الأنبياء وشجاعتهم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سأقاتل لوحدي يا فاهم، إنما أخذ بمغرته البيضاء وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا معروف. إيش يعني أنا النبي لا كذب؟ أنا النبي الذي إخواني الكرام لا يهرب عند اللقاء، أنا الشجاع الذي لا يخاف حينما يخاف الناس،
وكأنه يذكر إخوان الكرام بأن الأنبياء في حقهم لا يعرف الجبن ولا الخوف ولا الجزع من شيء هو عند البشر. فقال أنا النبي لا كذب، أنا عبد، وقاتل حتى وكان سيدنا علي يقول إذا احتدت الحرب كنا مشكور برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني يا رب شوف الحرب ليست لعبة، والله أخوكم يكلم فيكم أخوكم الكبير قذيفة من قذائف، والله تتعدى بجنبك كرشك تغلط، كرشك تقع في الصف باش يوزعوك مجموعات كل واحد يخدر، والله ممكن تعملها تحتك، مش لعبة. مش هذا اسمع، ليس هذا تخويف، والله الجهاد حق، الجهاد حق، لكن لا تظن أن الجهاد لعبة، ما تظنش أنه الجهاد كلام، والله كثرة الناس تتكلم وتبردل كثير لا يمكن الله عز وجل تثبيت خالص إذا لم تكن مخلصا في أوقات الشدة، لأنه أخوان الجهاد والله إخوة أخواني طول طولين وعرض عرضين، أول ما شاف الجهاد وكذا قال لي أخوة سامحوني مش بتاعي، أنا كنت نتكلم هكا مسكين مش بتاعي، راني مشي مالي نفضحكم في الساحة، مش على روح، تفضل مكان. في بالك عبد الرؤوف؟ في بالي. الحمد لله. وأنا عبد الرؤوف. عبد الرؤوف بس أشخاص. الله يكرمك. عبد الرؤوف الطاهر. كمان عبد الرؤوف سعد. تفضل. سعد يا سعد. سعد. عبد الرؤوف. عرفتوا؟ الله يرحمه إن شاء الله. كمان تفضل ولا بتاع النار؟ إيه. تفضل. وبأن أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله، وأن شرائعهم فمختلفة. قال تعالى إخواني هل صحيح هو قال الدعوة إلى توحيد الله؟ قال يا قومي أي أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءكم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هل هذا دعوة إلى توحيد الله؟ كيف نفهم هذا الكلام مع هذا الكلام؟ أجيبوني. وسيدنا مدين قال هذا، سيدنا شعيب قال لقومه قال أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءكم. هذا هو الدعوة إلى توحيد الله، قالوا كلهم جاءوا بتوحيد الله. هذه شرع. نعم. هذه شريعة. هي شرع. كم؟ يقبلها شيخ. إذن دعوا كلهم. إذن هم إخواني الكرام دعوا إلى التوحيد. والدعوة إلى التوحيد لا تنافي أن يدعوا إلى ضلالة كقوم لوط في الفاحشة أو هؤلاء الذين يطففون في الميزان أو هؤلاء الذين فإنه لا تنافي إخواني الدعوة إلى التوحيد أن يتعرضوا إلى ظواهر في مجتمعاتهم أمرهم الله عز وجل أن يبلغوا فيه. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الكرام هنا لفت كريمة تحدث مع الطالبات، فما في البلاغة ما يعرف بالالتفات، خليتوه مع أخونا ممكن يتحدث رب العالمين بلسان غائب، هم وفجأة تقاربنا مع سبحانه وتعالى يتحدث بلسان المخاطب، يعرف في البلاغة بالالتفات. لماذا ربنا سبحانه وتعالى استعمل المخاطب بعد أن استعمل الغائب ليلتفت وينتبه المستمع إلى هذه الآية؟ كذلك هنا أخونا الكرام شوف ربي سبحانه وتعالى كان يتحدث وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه أنه لا إله كان يشعر إسرائيل إلا الله لا إله إلا الله فاعبدوه بلا قال لا إله إلا أنا فاعبدون. إخواني استشعار لشنو؟ لما تسمع فاعبد أنه لا إله إلا أنا فاعبد استشعار لشنو؟ أنا يخاطبني قرب من الله عز وجل، استشعار لإجلال الله، وكأنك تسمع كلام الله غضا طريا، وكأن الله عز وجل يقررك أيها المؤمن ويشهد عليك ويجعلك في قرب منه سبحانه وتعالى. لأنه فرق بين يقول لا إله إلا الله ويقول لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله فاعبدوه، لا إله إلا أنا فاعبدوني أو فاعبدون. لفت إخواني الكرام لابد لقارئ القرآن دائما إخواني الكرام أن ينتبه لهذه الأمور، لأنه أعظم شيء شنو؟ التوحيد. لذلك إخواني الكرام جاء البيان فيه بأعظم بيان بل بأجل عبارة. صبر سبب نعم سبب وبأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به
ما أرسل به البلاغ ما أرسل به البلاغ المبين فقامت بذلك الحجة على الخلق. قال تعالى ما أرسل به أخطأ وبأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به بلغوا البلاغ المبين. أي نعم يعني تكون فاصلة وبأن قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين البلاغ البلاغ المبين فقامت بذلك الحجة على الخلق. قال تعالى بلغوا بلاغا ليعلم أنهم قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويجب الإيمان بأن الرسل ولهنا كأن الرسل يقيمون الحجة على البشر فإنما أمروا أن يقيموا الحجة إخوان الكرام لكن يقيموها بالبشارة والنذارة والنذارة لا يقيموها جافة إنما هي بتبشير المطيع برضوان الله وإعادة المقصر من غضب الله عز وجل. ويجب الإيمان بأن الرسل بشر مخلوق ليس لهم من خصائص الربوبية شيء وإنما هم عباد أكرمهم الله بالرسالة. قال تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال تعالى عن نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وقال صلى الله وقال عز وجل آمرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. حسب هذه الآية إخواني الكرام كما هي بيان أو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه بهذه الأمور كذلك هي حجة إخواني الكرام على من يدعون علم الغيب ويدعون أنهم يعرفون. يقول لك الحظ شنو أنت تاريخ الولادة أنت إذا من كحب كذا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس المال تكتب غدا وما تدري نفس المال. إذا هذا ينطبق على هؤلاء وعلى الأولياء الصالحين لأنه كثير إخواني من الأولاة يعتقدون في الأنبياء الصالحين حتى أنهم يعلمون شنو الغيب وهذه مصيبة عظمى. بل إخواني لو تعمدوا هذا الأمر وماتوا عليه يخشى عليهم من أمر عظيم جدا. لذلك إخوان الكرام فالنبي وما أدراك ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك خزائن الله ولا يعلم الغيب ولا يقول إني ملك بل إنه صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا إلا لمن ائتمر بأمره وانتهى بنهيه صلى الله عليه وسلم. ومما يجب اعتقاده أيضا في حق الرسل أنهم منصورون مؤيدون من الله وأن العاقبة لهم ولأتباعهم. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن إخواني الأنبياء والرسل منصورون من الله سبحانه وتعالى. هذا نوع إخواني الكرام الدنيا قال رب إني مغلوب فانتصر فش عمل فتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا إذا هم منصورون إخواني الكرام من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. شيخ الفقرة السابعة بشر مخلوقون والفقرة التي تليها أنهم منصورون كأنها كما ميزان ساعات الواحد يقول بشر مخلوقون معنى يستهين بهم وساعات كأنهم منصورون تعطيهم أكثر من يعني أنت أعتبرهم بشر ولا تعتبرهم أربابا من دون الله. لو اعتبرتهم أربابا من دون الله هذا كفر ولو اعتبرتهم كذا ولو لم تعتبرهم منصورون هذا نقص في حقهم. إذا هم إخواني بشر وهم منصورون من الله سبحانه وتعالى. إخواني رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لما عاد إلى المدينة عاد ومعه 10,000 مخاطب وخرج واحد منهم. كما يجب اعتقاد تفاضل الرسل على ما أخبر عز وجل في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فيجب إخواني نعم ثم تفاضل إخواني بين الأنبياء وبين الرسل حتى تكريم سيدنا موسى هذا فتفضيل من الله له إذا يكلم رب العالمين وينظر أن يراه
وغيره، فهذا كرامة من الله. لكن من هو أعظم كرامة في الأنبياء والرسل؟ إخواني، لم يقال في حق رسول من الأنبياء والرسل تيلة القرآن كله وإنك لعلى خلق عظيم، لم تقل أحد من الأنبياء ولا بناء الرسل، ولم يقل كذلك والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. ثم ذكر مخاطبته كيفاش كان يخاطب يا موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل يا محمد يا محمد، لا لم يقل يا محمد يا أيها الرسول بلغنا أنزلنا. وإخواني، لم يقع للأنبياء والرسل ما وقع في الإسراء والمعراج. سيدنا عيسى حتى لما عرج به إخواني لم يرجع، سيعود في آخر الزمان، لكن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة. بل إخواني الكرام، تم كل ذلك الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وصلى فيها وصلى بجميع الأنبياء والرسل وتقدمهم، وهذه حظوة ما بعدها حظوة أن يتقدم ويصلي بإبراهيم وموسى وعيسى ووصل إلى فتبة المنتهى. نعم، وهناك وقع خلاف كبير، هذا رأى رب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى أم لا؟ منهم من قال لقد رأى، واستشهدوا إخواني بأدلة لها ما عليها أن ربنا سبحانه وتعالى وضع يده سبحانه بكيفية لا يعلمها إلا هو على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فرأيت كيفاش برد يديه في قلبي وفي صدري، استشهد بأشياء. أما أمنا عائشة فقد كذبت بفؤاد، كذبت كل من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت نور أن نور، وهذا أصح من الرواية الأولى، نور أن والإخوان يعني ابن القيم وغيره يرجحون أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقد أنه لن يرى أحد مربى حتى يموت. هذا للبشر، حتى البشر. نحكيش عن الأنبياء والمرسلين. يختص. يختص الأنبياء والمرسلين. ما الاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم برؤية جبريل؟ أليس هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ نبع الماء من يديه. أليس البركة في الطعام؟ فهذا اختص بها شكون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حق الأنبياء هذه إخواني، أما في حق الناس العاديين كرامات. سيدنا عمر يا سارية الجبل، هذه كرامة أكرم بها الله سيدنا عمر لتقواه وإخلاصه، وإلا كيف إخواني الكرام من المدينة المنورة تنادي ويسمع في الأردن؟ إخواني، بين المدينة المنورة والأردن قرابة 500 كيلومتر، فكيف سيسمع 500 كيلومتر صوتا فيسمع صوت سيدنا عمر وينحاز إلى الجبل وينتصر؟ سمعه نعم سمعه، وهذه ايش نوع كرامة؟ أو مش كرامة يبزق في الوحدة بتاعه، قال والله شيخي أكل بزقة بتاعه وذيك فاهم نكلها وإلا نشربها، حاجة كبيرة جدا. وكيف ما فعل الصحابة؟ يا هذا في حق شكون؟ هذا خاص في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يتقتتلون على وضوء، وأنه إذا تمخت مخاطة وقعت على أحدهم فرك بها وجهه وجسده. هذيك شكون إخوان الكرام؟ هذيك كرامة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل يجي واحد الآن يقول له توضأ خل نشرب إلا أن يكون لا أن يكون شنو؟ مصيبة بالعين، عفوا وضربوا بعينك، قل له توضأ خل نشرب خل نتغسل بال أما من هذا؟ إلا واحد مجنون إخوان، كما قال ابن الجوزي في تبليس إبليس، قال يبدأ الإنسان حينما يلتزم في هذه الفرق الصوفية، قال يبدأ عاقل إلا ولا يمسي المساء إلا وفيه فهم شيء من التين ومن البهلة. يجب الإيمان بكل هذا وبكل ما حقد، قال شيء من الحمقى. أي من الحمقى فكر شيء إخواني، شو الكتاب هذا؟ جميل جدا. تبليس فيجب الإيمان بكل هذا وبكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الرسل على وجه العموم إيمانا مجملا. إذا عندنا إخواني بالإيمان بالأنبياء والرسل إيمان مجمل وإيمان مفصل. إخواني، الإيمان المجمل في حق شكون؟ العوام. أما طلاب العلم مجمل ومفصل. طالب علم، سامحني نطلع في الطبق ونأخذ لما تكون مسألة هامة جدا، أما ما نعيدش على طول الوقت. إذا الإيمان المجمل شكون؟ للعوام. تمشيش أمك ولا أبوك ولا إيجي أمي إيجي أخي تأمني إيمان مجمل وإيمان تفصيلي؟ يا أنت خليها آمن الرسول بما
خلص. لا تفضل. واما الايمان المفصل هاي بدل النقد شكون سي حبيب هاي سي فيكون بالإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته منه إيمان مفصل على نحو ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل 25 سيئة ما يكون مختار سيئة أخطأ أخوكم سامي وأصحاب سي مختار يعني ورد ذكر 18 منهم في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كل فتاش هذا مقبلها واحد هذا بثلاثة أي ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل أربعة ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلا من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين خمسة وورد ذكر الباقين في مواضع أخرى من القرآن قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وقال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كلهم من الصابرين وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم حسب اخواني شوفوا الصورة والأنبياء ذكرهم صلى الله عليه وسلم صلوات ربي إن الله اصطفى آدم إلى مدين أمام وإسماعيل لما بدأ برسول الله ماذا قال محمد رسول الله. شوف أول شيء أضاف ذكر محمد ثم أضافه إلى نفسه سبحانه تشريفاً وتكريماً محمد رسول الله شوف إخواني والذين شكون شوفك الصورة رائعة جداً إخواني الكرام وكأن الله عز وجل أكرم النبي وأكرم الصحابة وأكرم من يأتي بعده الصحابة والذين معه أشداء على الكفار والله لو أردت أن ترسم صورة لهذه الآية لكانت أعظم صورة ترسم رسول الله محاطب بالصحابة وهذا وصفهم ماذا؟ رحماء إخواني لم يذكر هذه الصيغة صيغة فعلاء إلا في هذه الصيغة كل القرآن ذكرت هذه الصيغة فعلاء وذكرت في كل قراءة في هذه الآية وذكرت في صيغة الرحمة ما قالش أشداء ما قال رحماء يعني أقصى درجات الرحمة والله إن لم نتصف بين بهذه الرحمة أخواني الكرام فنحن بعيدين عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم خادي تحبك معنا كم من الناس تغيب بيننا ولا نعرف كم من الناس تغيب بيننا ولا نسأل على إلا من رحم الله أخونا مكرم أخونا صابر شكون نسأل عليهم تراهم رجعوا معنا عندهم شهرين ولا ثلاثة سألتوا عليهم؟ أنا قابل في هذا كمل يعني. خونا عبد الله الخلفاوي وينه؟ في جلبة. ما عجبنيش. هو جلبي؟ كلفته. وشكون كمان ثم غايبين من جماعة ابن سينا؟ فيجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء والمرسلين إيمانا مفصلا، والإقرار لكل واحد منهم بالنبوة والرسالة على ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. بالله سامحوني ثم بشرى انه ثم شيخ سوداني رجل فاضل جدا في الدعوه سياتينا ممكن بعد اسبوعين بنحب ان نجوله محاضرات في اصول الدعوه انتم سترون بينكم امامكم رجل سبحان الله صحيح هو سوداني لكنه اخواني لسانا عربيا مبين رجل انا قد صليت وراءه في القران ايه كذلك في المواعظ يبكيك من اول وهله
فلذلك ان شاء الله هو جاء الجمعيه بتاعنا بفضل الله بعد اسبوعين ان شاء الله سيكون بيننا ان شاء الله سنعمل له دورة ان شاء الله في اصول الدعوه لانه تجربه كبيره جدا هو من علماء السودان تعرف السودانيين لا تستهينوا بهم والله اخواني تدخلها ويرقد كثير او فاهم والله هم اذكياء وعلماء ما شاء الله تفضل كما يجب الاعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم واخلاقهم كاتخاذ الله ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم خليلين لقوله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا الله اكبر اخواني شوف رب سبحانه ما اعظم لو تقول رب العالمين بعزته وجبروته وقوته ما فائدته ان يتخذ ابراهيم او محمدا صلى الله عليه وسلم ما فائدته وقد خلقهم وهو ربهم الانسان اخواني كان ربي قد نفخ في الانسان نفخه من اخواني من ارتفع بهذه النفخه رفعه الله ومن اتقى هذا الجسد ونزل الى الحضيض فان منزلته عند الله محمد وابراهيم اخواني اعلى درجات السمو على خلق العظيم أعلى إن إبراهيم كان أمة أمة يا إخواني يعني مئة ألف في واحد نعم كما قال سيدنا عمر قال بعثت إليك بجيش في كم 4000 قال لك خرج إخواني يبحث في عبد الرعاص يشوف في 4 جايين يسقون في الدباب في 4 فقال فتح الواحد قال الواحد بألف القعقاع بن عمرو سيدنا عبد الرعاص في مجلس الدار شاف الرسالة قالوا 4000 كل واحد بألف ما أعظم إخوان الدين لما يكون بالفعل لما تجتمع إخوان الكرام في الشخص صفات عظيمة فسبحان يغنيك عن كما قرأت التقرع ابن القيم يحب لمن تيمين قال لما كنا في القلعة وكنا نخاف قال والله إذا نظرنا إلى وجهه نظرنا فإذا فيه نظرة النعيم فسبحان الذي أوعد الناس بالجنة وهم في الدنيا سيد ابن تيمية قال إذا رأيت إلى وجه رأيت فيه نظرة نعيم فسبحان من أوعد الناس بالدنيا وهم في بالجنة وهم في الدنيا واحد ولا ذكر أهل الجنة أنت مش أي مهلول عاد مش واحد مهلول فاهم تقول ذاك من يبدأ يزكر في بعضهم لا تلقى فيه صفات بالفعل بعد ان تعاشره انمت معه وسافرت معه وجلست معه مش نبدا نزكوا فيها واحنا ما عشتش معه بكل ذاك من دنيا الجنه يا اخي سافرت معه ولا سمعت له كان درس واحد يعطيك بحاشه والناس راجعين المفروض تكون سافرت معه وعرفته يتغشش كذا تغشش كيفاش يعمل اذا فرح كيفاش يعمل اذا فاهم سافرت اذا كذا اخواني ما تتخذوا صديق الا من سافر معه بالتجربه اتكلمكم السفر يخرج لك كل شيء يخرج لك النار الكل ومش سفر بتاع ساعه سمعت مش مشيت ساعه معاه لتونس ورجعت سافرت معاه يا شيخ مشيت معاه تونس هل سافرت معه سفر معتبر 80 كيلو فما فرق ما اكثر اصحابي انا بعد وهم في النائبات قليل زعم اخواني في النائبات قليل ان شاء الله اخواني ردوا بالكم خاصة اني نزلوا عزاب لما كنا عزاب والدعوة تلقانا اخواني كل الزربوط واحد اول ما يتزوج يتربط ربطه شبيك؟ قال ماني عرست شبيك عرست عرست يعني تربطت ردوا بالك اخواني الكرام لا يكون القوامة الا للرجل صحيح يعمل يعني. وينتج اما ربي بارك يطلبك اخوانك في مصاعين تعليق يا فلان والله المراه راهي تغيط شنو مش تما؟ اش فيها المراه؟ المراه ربي يبارك فيها انا اعطيتها كل شيء المراه ما تحبهاش تخرج من تحت يدك ديما وانت بجنبها اخواني الكرام هل نحن في النائبات كثر؟ سامحني متغشش متغشوش من الزيت هل نحن في النائبات كثر ما قلتش قليل هذا ما تثبته ان شاء الله الا وتثبت كل واحد منا يعرف روحه ان شاء الله لكن انا رجائي ونظرتي انه كل اخواني الموجودين هنا في اذن الله في النائبات كثر وانهم كذلك اسود في مواقف الرجوله والله اخواني الكرام كنت احرص في البوسنه وكان هذا من
الدوريات نتاع فين ريقت والله ريقت مانيش عارف روحي اي تسكر سكر هذا دبر طول هيدا دخلتوني في الله وصلنا مع بعض صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال له محمد عبد الله بن أبي زيد قال وإن ربي قال الحمد لله الذي بدأ الإنسان بنفسه وصوره في أحد حكمته وأدرجه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ولم يبالغ بآثار صنعته وأعرض إليه على ألسنة المرسلين الخيارة بخلقه بدلا من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بالسنة وبقلوبهم هنا أتتهم لرسوله وكتبه عاملين وتعلموا ما عملهم وطرف عندما أحبهم واستسلموا بما حل لهم عما حرم عليهم أما بعد أعاننا الله وإياك على إدعاءكم وحكمنا لو سألتك سؤال كيف صليت لما أردت أن تجيب وكيف تصلي ومن قال لك صلي ستقول لي فلان لا لا من الذي قذف في قلبك حب الصلاة وحب الدين والإسلام والمساجد وطاعة من لا تقل للشيخ إنما الشيخ قد قال كلاما لكن من خلق فيك ذاك النور وأرسله وجعله في قلبك إنك لا تهدي من أحببت أنت تبلغ يا محمد سترشد أنت تقول
ولكن الله يهدي من يشاء. أفمن شرح الله صدره للإسلام، خذوا شوفوا العبارات اللي قالها ربي، أفمن شرح، انشراح الصدر، إيش يعني انشراح؟ لأنه كان الصدر ضيق، في عسر، في ضنك، في حياة غير طيبة، أفمن شرح الله صدره للإسلام، انشراح إخواني فهم وفسرون بأنه اتساع الصدر بإيش؟ بنور الإيمان، مش في بالبوتين كور. لا بنور شنو؟ فإن سألتك عن اللحظة التي كانت فارقة في حياتك ما بين الضلال والهداية لما استطعت أن تجيب. لا ليس لأنك لا تستطيع أن تجيب، لأن الكلمات لم تسعفك، لأنها مشاعر إخواني لا تذكر باللسان. إيش قال الصحابة؟ قال والله إننا نحن لفي نعمة لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسلوك، اللي هي شنو اخوان؟ الطمأنينة، السكينة، القلب يسكن، قلب أهل الدنيا اخوان يبدأ فرفت. كنا في جاهلية ونعرف، مرة ضربة في القهوة ضربت الطرح رامي كورة، مش عارف رفقة سوء تلقاه مش يركح بالكل، ما يركحش في الدار بالكل، كل مرة وين؟ القلب كذا. أما الآن تلقاه مستقر يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يحضر درس، فهي من علامات شنو أخوان؟ انشراح الصدر، طمأنينة القلب. لأن مثلا لو جينا واحد من أهل الدنيا مازال ربي ما داروش وحطيته لهنا، كأنك نيتك الحوتة اللي خرجت من البحر تتكلم أنت نص ساعة ينتظر وقتاش تكمل، بينما انت جايب كل راسك وجايب قلبك وجايب تنتظر. هذه هي الهدايه، هو انشراح، هي طمانينه، هي سكينه، هي نور، هي رضا بقضاء الله، هو حب لله، حب لرسول الله، حب للدين، حب للقران، تلك هي الهدايه. اذا هدايتان، هدايه بلاغ وارشاد وهدايه توفيق، ويملكها من؟ هدايه توفيق اخواني رب العالمين، لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لن تستطيع ان تنفع احدا الا بيد شكون؟ ولو استطاعها لك لاستطاعها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهد شكون؟ اقرب الناس الى عم واخواني دافع عنه، وكان ضد قريش ومعه في حصار الطائف في شعب ابي طالب وغيره، ورغم ذلك لم يملك له من الله شيء، الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفع له في النار، فإنه في ضحضاح إذا لبسه يغلي منه دماغه، هذا أقل درجات أهل، ولا يرى أن أحدا خيرا منه، هذا الذي في هذه الدرجة، لا يرى أن أحدا خيرا منه. وأضل من خذله بعدله، إخواني الضلال والإضلال هي خذلان من الله، إن ينصركم الله وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم؟ إن ينصركم الله فلا غالب، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت، هذه عقيدة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. إذا لا يتزعزع المؤمن من أقل ابتلاء وأقل فتنة، كالذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير وإن أصابته فتنة، قالوا على حرف كأنه إخواني على شفا جفنة، كأنه على حرف من شنو؟ كأنه جبل على الحرف بتاعه، بعض المفسرين قالوا، على دليل على شنو؟ دليل لأنه حب يقلب روحه، فإن أصابه خير الإسلام مقام الدين، وإن أصابته فتنة الحبس سجن، انقلب أنا معاكم نعرفكم شكون أنتم، انقلب على شنو؟ على وجهه خسر الدنيا وذلك والخسران. لذلك إخواني الكرام، فالهداية من الله والإضلال عدل من الله، وما ربك بظلام، ربي سبحانه وتعالى ليس بحاجة لا لعبادتنا ولا لعبادته. وقالوا يا رسول الله حتى وأن تدخل برحمة، قال إلا أن يتغمدني الله. إخوة
اخواني لا تظنن ان العباده بتاعك وان طاعتك كلها ستمن بها على الله، بل الله يمن عليك ان هداك لهذا الخير. اياك وان تعظم في عينيك عبادتك، تقول انا صوم صلي وحجيت واعتمرت صدقت وبنيت. من انت؟ من انت؟ ولا تزكوا هو اعلم بمن رد بالك. تمن بعباده شكون انت؟ احد من بني اسرائيل اخوان الكرام من على نفسه بالعباده، عبد الله 60 سنه لم يعصه، فاراد في الحساب فاراد ان يدخله الله الجنه، فمن على الله انه قال انا احق بها، احق بشنو؟ فاراد ان فامر الله ان يؤخذ الى النار، فبدا يستغيث يا رب يا رب يا رب. ثم الله عز وجل قال عبدي، يعني لو بعين او بنعمه البصر التي اعطيتها وعبدتني طول عمرك لم تؤدي حقها. فعاد هذا العبد، هذه من الاثار التي ذكر. لذلك اخوان الكرام لا يمن الانسان في عمله. ويسر المؤمنين اليسرى، يسر لهم شنو؟ الهدايه. كيف يسر لك الله؟ لن تجيبك ولن اجيبك، لان المساله اخوان الكرام شنو؟ مساله ربانيه ليست بشريه، مساله قلب قذف فيه شنو؟ ضايع مع الكوره مع الكليب افريكا مع كيفك. الواحد هذاك فما واحد كويتي اخواني بتاع راب بتاع راب، فجاه ولا مؤذن كان البارح في شنو؟ فراب وجايبينه كيفاش كان؟ فجاه ولا بك الشمام مؤذن. سبحان من نقله من حال مرات واحد كما فضل شيخ كان فضل شيخ احترم مثلا اخواني كان كليبات اعوذ بالله توا ولا توا لحيه هكا ما شاء الله رايك باللي تجيبوه تعرف قال سحب المود ولا شيخ تعرف مسخ. اذا اخواني الكرام لما يسر لهم الهدى وشرح صدورهم بايش؟ بايش شرح صدورهم؟ بايش شرح صدورهم؟ بالايمان. لا بالفلوس، هي أغلى إخواني، الإيمان أغلى. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذا وشرح صدورهم للذكر، المؤمن إذا ذكر إخواني الكرام تذكر المؤمن. لذلك ربي قال ذكر فإن الذكرى تنفع شكون؟ مش تنفع المؤمنين، لأنهم إذا ذكروا تذكروا. فآمنوا بالله بألسنتهم ناطق. ما قلنا الإيمان إخواني الكرام تعرفوا شنو هو يا أيمن فضل؟ قول وفعل. إي هو إقرار إقرار باللسان، إي وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبقلوبهم مخلصين، شنو هذا؟ إذا قلنا بألسنتهم ناطقين هذا تصديق باللسان، وبقلوبهم مخلصين هذاك ندخل باللسان يا سيدي سليم، ندخل باللسان هذاك. وبقلوبهم مخلصين إقرار بالجنان وبما أتتهم به رسله وكتبه شنو؟ عاملين وعملوا بالجوارح والأركان على مقتضى شنو إخوان؟ ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم. قال لك لا تزني، لا تقربوا الزنا، لا تشربوا الخمر، لا تشرب، لا تسرق، لا تسرق، لا تشهد شهادة الزور، لا تشرك، لا أشرك، لا أشرك. ووقفوا عندما حد لهم. شو يعني الحد إخوان الكرام؟ الحد في الشريعة ما ترتب عليه إيش؟ عقاب محدود معروف كالزنا إن كان للمحصن، المحصن إخوان الكرام رجل حتى الموت، وإن كان لغير المحصن فإنه جلد ونفي وتغريب، كذلك شرب الخمر، كذلك الحرابة غيرها. واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم والذين هم لفروجهم إلا على أزواجهم فإنه غير فمن ابتغى وراء ذلك. رتبة
يعني ترى الزنا، نكاح اليد، لواط، نظر حرام، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك شكون؟ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اخواني ايها الشباب، احب اكلمكم، سامحوني ما تنشوش من اخوكم الكبير. اياك وذنوب الخلوات. ايش يعني الخلوات؟ انت واحد تحب الانترنت سكر على روحك، مش انت اللي نحكي في العموم، سكر على روحك. ادعو الى دين الله، الشيطان يبغى يدخل في موقع هذا تلقى روحك. واذا خلوت فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعه وان ما تخفي عليه يغيب. رد بالك ديما، قل لو ثم هناك رب ينظر. لأن إخوان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يأتي أقوام بحسنات كجبال تهامة بيضاء. جبال تهامة في جنوب السعودية، يكون جير فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله أو منا؟ قال نعم. ويصومون كما تصومون ويقومون من الليل كما تقومون، غير أنهم إذا خلوا. ايش يعني خلوا؟ خلوا فما حد يسكن يشوف فيها مع بعضها، مش كون يتجرأ منا على معصية يشوف فيها، لكن إذا خلوا بشنو؟ بمحارم. أي حدود؟ حدود حدها الله ومحارم لا تتعداها، حرام أن تفعله. انتهكوها. ايش يعني؟ تصدم عليها، نريده كده واحد يصدم على أرض غيره تصدم عليها. لذلك إخواني الكرام، رد بالك أيها الشباب، أيها الشباب، وهذا الإنترنت، أيها الشباب عليكم بالزواج. كلكم معظم الزواج إخوان، الزواج الزواج عجلوا به أيها الشباب. والله ثم لازم تزوج إخواني وأعوذ بك. فالإنسان لا يرجع إلا الخوف من الله، ولمن خاف مقام ربي، وأما من خاف مقام ربي، مش قال شربي، وأما من خاف ربه، مقام ربه، عظمة ربه، إجلال الله. ثم ناس ربي في قلوبهم ماخذ كل شيء. ها شنو هو الدليل إخواني الكرام؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنه من عظم في قلبه حب الله هل ينزل إلى السفاسف؟ أبدا إخواني، ديما عايش ثم قلوب جوالة حول السماء، وهناك جوالة حول جنوبنا. ربي يتوب علينا نكمل إن شاء الله. أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. شنو يعني ودائعه؟ عينك، لسانك، رجليك، لسانك، كلها ودائع. من ضمن لي ما بين لحيي او لحيي اخوان زوز فكان اللي هو شنو؟ اللسان. وما بين فخذي ضمنت له الجنه، لانه اعظم الذنوب من حاجتين اخوان، من لسان ومن فرج. وحفظ ما اودعنا من شرائعه. كلنا على ثغره من الاسلام، ما دمت مسلم موحد مؤمن بإذن الله فالإسلام أمانة في رقبتك. رد بالك تكون سبب في خذلان الإسلام أمام الناس، يخزر لك خلق هذاك مسلم، هذاك الإسلام عايش بيه. إياك أن تفعل شيء تدخل فيه إيش إخوان الكريم، تكون سبب في نقمة الناس على الدين. رد بالك بأخلاقك وإلا بأفعالك. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. سي محرز، الشيخ محرز ولا محرز اللي هو عمنا ابن خلف طلب من أبي زيد القيروان يكتب له شنو؟ جملة مختصرة. ايش يعني إخوان؟ اكتب له حاجة مختصرة. ايش يعني الاختصار إخوان الكرام؟ الاختصار هو عبارة إخوان الكرام عن أن تورد كلاما قليلا بمعان كثيرة، كما كان صلى الله عليه وسلم في جوامع الكلام كقوله الحج
عرف اخوي الحج عرف هذه ولا يا ابا عمير ما فعل النغير استفاد منها الامام الشافعي ب60 فائده وكتب فيها كتيب صديق يا ابا عمير ما فعل النغير نحن نمر بنا احاديث وكثير نحفظها في الفقه اخواني لا بد من فقه الحديث لابد ان تقرا حديث فتفهمه وتفهم فوائده حتى اذا بلغته ولست انت تبلغه كالببغاء ولا كال لا تبلغه انت تعلم معناه وتعلم سبب نزوله فتفيد به الناس ابن تيميه قالوا راه احدهم قد حفظ البخاري قال زادت نسخه في السوق قال زادت نسخه يعني هو بتاع اخواني لا يكفي الحفظ فقط حافظ معاه نحن التونس بفضل الله عندنا ايجابيه اخواننا صحيح ما نحفظوش ياسر لكن عندنا بفضل الله عز وجل الفهم هذا مناقشه الادله البراهين غير ما ثم ناس عنده فقط سرست لك متن كامل لكن لو سالته عن دليل من الادله يقول لك ما قريتوش ما حفظتوش مش المنهجيه دل الادله فقه الدليل صح سعيد تلقاها من أهل المتون إلا أن يشاء الله قال من واجب أمور الديان أي في أصول الدين عندنا أخواني أصول دين وعندنا فروعية عندنا الأصول دي لا اجتهاد فيها ما يجيش واحد يقول لي والله هي كيف هذاك الخنفشاري خليتوا عليها بكم حدثكم عن الخنفشاري حدثكم عن واحد ثاني قالوا له الإيمان بالله قال فيه قوله كفر هذا كفرت فيه قولا فماذا يسمى اصول الدين اخواني لا خلاف فيه وهي اركان الايمان الست واركان الاسلام الخمس فماش نقاش فيها اما اختلاف في فرق الزكاه في زكاه الفطر تخرج من الاصناف الموجوده او تصنف تخرج طعاما او خلاف اخواني الكرام في مسائل في السفر او في بالعكس لابد ان يختلف اما في اصول الدين لا من واجب امور الديانه مما تنطق به الالسنه وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن يعني يحب يحفظ بعض السنن ما هي السنن اخواني السنن هي ما اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير هي كلها تدخل في السنن ومن ذلك عندنا كتب السنن اخواني الكرام سنن الترمذي وسنن ابن ماجه وابو داود وسنن ابن ماجه عندنا كذلك المسانيد مسند الامام احمد مسند الطيالسي مسند الطبراني مسند عبد الرزاق كلها هذه حفظت سنه محمد اخواني ما تسميش امه اهتمت بما قاله رسولها كما اهتمت امه اخواني تمشوا المسند الامام احمد فيه 40,000 حديث 40,000 حديث مسند الامام احمد يتحدث عن شنو كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره كيف كان في بيته كيف كان مع اصحابه كيف كان مع ازواجه مسند كان وبوب اخواني الكرام على تبويب ماذا اخواني الكرام عما كان عليه رسولنا محمد سنن الترمذي 7,000 امشي من ابن ماجه وامشي اخواني الكرام لم تهتم امك كما اهتمت كما قال سيدنا سلمان جاء يهودي قال هل علمت الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء قال نعم ما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا لنا منه علم علمنا حتى الخراء كيفاش اكرمكم الله ندخل الخلق ثماش دين اخواني فصل كما فصل الاسلام وفصل القران وفصلت سنه محمد صلى الله عليه وسلم تفضل هل يجوز تكفير المعين؟ ان يقول بان لا وجود للسم لا وجود للسم يمكن السم قرآني ولدي هذا يسمونه القرآني اي معناته هل يجوز تكفير المعين؟ من انكر السنه فقد انكر القرآن من انكر السنه فقد انكر القرآن انت ما تجنيش تكفير خليني احكي لك من انكر محمد صلى الله عليه وسلم وسنته فقد انكر من اوصل الى القران هو محمد صلى الله عليه وسلم فمن انكر السنه انكر القران ومن انكر القران شنو فانكر معلوم من الدين وما ينطق عن الهوى ما ينطق كانه ربي يرد على هؤلاء القرانيين
عن الهوى إن هو إلا والحديث إخواننا يكون رجل مذكر على أريكته يقول ما أحل القرآن فأحلوه وما حرم حرمه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله الوحيين مش نوى ربا أخوان الوحيين القرآن والسنة القرآن والسنة أدى النعشاء أدى صلوا نعشاء هو التشكيك شيخ التشكيك مش في نكمل بالله شوية هذا هو مش صعب تحب صعب تروح بك بك تفضل شو اسمك أنت أنا محمد التشكيك مش في كونه من السنة ذيك من الرسول اللي تكون طريقة وصول السنة للوقت الوقت ذي وما يشك من النقطة ذي السنة والآن معروف إخواني الكرام هؤلاء يحبوا يعملوا افتراء قال لك القرآن سنده معروف رب العزة جبريل محمد صلى الله عليه وسلم لا نشوفه قال بما أن السنة فيها ضعيف وفيها حسن وفيها صحيح نقضى على كله هؤلاء إخواني الكرام حتى لا يفقهون في المنطق إخواني الكرام علماء الجرح والتعديل وعلماء الحديث إخواني الكرام بينوا أن ثم أعلى درجات الصح وقد قبلت بها الأمة بأجمعها وهو كتاب البخاري ما دون ذلك حذر حتى العلماء من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة إخواني الكرام علماء الجرح والتعديل كما قال هارون الرشيد قال جاء واحد أحد الموضعين اعترف قال والله لقد وضعت فيكم 10,000 حديث قالوا يا عدو الله لها سفيان الثوري وعلي بن المديني ينخلونها نخلة قالوا اكتب ايش تحب حبتش تحب عندنا سفيان وعلي بن المديني ينخلونها نخلة إخواني الكرام وهؤلاء المشككين لم يروا مدخلا للتشكيك إلا هذه الشبهة اللي هي شبهة شؤون إخوان المستشرقين في أي إخواني الكرام في أي أمة لم تهتم كما اهتمت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسند نعم بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن اختصصنا بالسند لم يختصر به غيره لا النصارى ولا اليهود اسأل أي يهودي ومن نصراني عنه نحن هنا من الناس إخواني الكرام من يعرف نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوا على الانترنت وشوفوا شجرة فهم النسب النبوي سيقول لك بالجد إلى الجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل القرآن إخواني فيه أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخذت إسنادا في القرآن الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 29 ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي إسناد في الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه أمة الإسناد أما هؤلاء المبتورون الموتورون فإنهم لم يجدوا شبهة إلا هذا الكلام ورد عليهم إخوان الكرام العلماء المفروض يأتوا به شيء جديد نكملوا بالله ونشن صلى الله عليه وسلم من ذلك من السنن المؤكدة السنن المؤكدة إخوان الكرام ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها ما يعني السنن المؤكدة إخوان الكرام أي ما وضب عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتركه لا في سفر ولا في حضر هذه سنة المؤكدة ونوافلها نوافل إخوان الكرام وهي التي لا يعاقب الإنسان على تركها ولا ويؤجر على الاتيان بها ورغائب إخواني الرغائب عند الملكين يقولوا رغيبة الفجر اللي هي ركعتين تاع السنة تصليها قبل صلاة الصبح وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه يعني لابد من أصول الفقه لذلك إخواني إحنا دخلنا أصول الفقه العامة لأهميته لأنه إخواني الكرام عندنا دلالة النص وعندنا ما يعرف إخواني الكرام بظاهر النص وبما يعرف كذلك بدلالة الإيحاء يعني لفظة القرآن الكريم لابد أن نضعها في اعتبارها لأنه مرات نقول النهي على ماذا يقتضي والأمر على ماذا يقتضي وماذا حكم الحظر وحكم المنع وحكم كذا فلا بد هذه الأمور الخوين الموضوع في أصول الفقه وطالب علم مقراش ولا مدن في أصول الفقه حكيته فهم لأنه في الموازنة بين الأدلة الأخوان تحتاجه بين لماذا هذا قدم هذا الدليل وذاك قدم هذا الدليل وما أصل هذا الدليل فلا بد من أصول الفقه في ذلك على مذهب الإمام مالك بن أنس مالكين كان أولى أن يقول عنه لكن إخواني الكرام ما تعرفوا لابد
دائما تعصب موجود في كل مكان. لو كان حتى في السعودية لقال على مذهب الإمام أحمد بن حنبل أو الشافعي. وطريقته مع سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخي. يعني نستعين على الأمور الوعرة الصعبة في هذه المسائل مش نوع بالعودة إلى تفسير شكون؟ الراسخين. ايش يعني الراسخون في العلم يا إخوان؟ تقول رسخت قدمه في العلم، ايش نوع؟ ثبتت وتعمق فيها فأصبح فعلا. ايش يعني فحلا يا إخوان؟ ايش يعني فحلا؟ يعني عبارة عن شكون؟ نجمة واحد كتب إرشاد فحول الشعراء. إرشاد فحول الشعراء يعني فبقول فحل هذا يعني ذكر رجل. وبيان المتفقهين، بيان شكون؟ أهل الفقه. لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن. إخواني ديما نصيحة لأولادكم، علموا القرآن أول شيء، ثم علموا بعض السنن وعلموا بعض المتون، لأنه الحفظ في الصغر كان نقشع بالفعل. واحد منا إخواني إذا حفظ شيء في صغره لا ينسى، إذا حفظ في الكبار أو الحفظ في الكبار كان الكتابة على شاطئ البحر. اكتب استحب الماء، تكتب وراس في راسك الكوش وفي راسك مش عارف شنو الخبزة مش تجيبها والأمور ومش عارف. لذلك الحفظ كما أنتم في هذه الدرجة في هذه السن حفظ ثابت. قداش عمرك يا ولد؟ ستذكر هذا الكلام يوما ما ان شاء الله، حينما تحفظ تذكر هذا الكلام. ليسبق الى قلوبهم من فهم دين الله. شوف ليسبق اليهم شنو؟ مارادونا وميسي والكريب افريكا والاسبيرانس؟ لا، ليسبق الى قلوبهم من فهم دين الله. لانه الولد اذا اخواني الكرام حل عينيه على القران ايش باش يكبر بالله؟ يكبر هو على القرآن. لما حل عينيه على عاملين وحجابة من النام وهذا مش يكبر بالله مش مكبر ها؟ ها؟ وقدرته ميسي ومش عارف أنا شكون هذاك شكون ده؟ كريستيانو رونالدو. من فهم أنا قلت قلنا عنا نجيب مميز وعنا ما ترجى لهم بركته، بركة العلم إخوان. لينا مش شافني جال شيخه. شوفوا مش تعرفوا بركة العلم. شكوت إلى وكيع، وكيع بن الجراح، شكوت إلى وكيع سوء حفظ، رجل ما حفظش يا شيخ، فأرشدني إلى ترك الذنوب وقال إن علم الله نور ونور الله لا يبتلع. مش واحد عمل له فيلم بتاع فسق فجور وجاي يطلب في العلم، إيوه لا تفهم شيء، علاش؟ لأنك وينك يا راجل؟ إذا لم تأتي وأنت متوظف من بيتك وأنت في طاعة وأنت ترجو لن يستقر العلم في قلبك. إخواني القلب كالوعاء. الوعاء إخواني الكرام إذا كان مليان يستقر فيه حاجة، تو كاسة عبيناه بالماء وزدنا عبيناه بالعصير مليان أصلا، ولا عبيناه بماء فما ماش. إذا كان فارغ تستطيع تحط فيه شيء تحب. والفراغ شنو هو إخواني الكرام؟ ترك الذنوب والمعاصي. نعم، التخلي قبل النحل. يخلي نحي من القلب حب الدنيا، حب الكورة، حب الرمي، حب ال 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 جروب. عندي أصحابي تي ودي من جاي هنا محبسني مش تقنقني مش تغنقني هنا. لذلك إخواني الكرام حتى القلب ذاك يصبح وعاء. شنو؟ جيبوا واحد من قاعدة إخواني الكرام وحطوه قدامنا هنا، جيبوا من طرح الرمي هو قاعد هنا، كأنه قاعد في سجن، كأنه في سجن. لكن الهداية هي من الله. لذلك ربي هو اللي يشرح القلوب، هو اللي يطهر النفوس وخلاها تقترب من شنو؟ مما يرضيه سبحانه وتعالى. ربي شي قال وزين في قلوبهم الإيمان. ما أحب الآية زين. شو يعني زين؟ حبب إلى قلوبهم شنو؟ كيف ما حبب إلى هذا قلب القلقاه؟ ما يخرجش من القلب، ماشي جاي على القلب. حبب الى قلوبي شنو؟ الصلاة، العبادة، الطاعة، الذكر. جاي لهنا شوفوا انتم قد ثلاثة، سبعة، عشرة، 14 برو كي تخرج شوفوا القلب قديش. وقليل من عبادي الشكور. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، لو حرصت
speak. وتعمل ده تفضل من الشيخ وليس السيره تقول اذا كان ينظر صفحه فيحفظ نعم ممكن تقول ولا الامام البخاري الامام البخاري اخواني الكرام ها كان اذا قرا شيء قال الطلاب ياتون هو عمره 17 سنه الطلاب ياتون باداوه ويكتبون وهو لا يكفى في الاول سخروا منه قال هذا ابله ايش يعني ابله ما جايبش معاك قال فلما عاد وذاكر معهم قال نطق وتكلم بكل ما في كتبهم فاجلوه لذلك كان ساكت كان ساكت اخواني في المجلس الامام البخاري ولا يكتب شيء لما سمعوا بيش بيه ليش دم هذا بيك البهلولة قال لك لما ذكر معاهم اقراهم يقروا ويتكلم هم يقروا هم يكلموا ويتكلم ولا يرى شيء فعلي من فضله علي مش مهم ذاك فضل الله يؤتيه فضل من الله يا رب حطه في المكان الذكري حفظ سنة شكون هو رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش وهو يذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الأخير ثم الدفاع عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم إخواني الإمام البخاري عنده أحوال عجيبة جدا تقول الأئمة كلهم صالحون بإذن الله لكن الإمام البخاري إخواني في ترتيبه لمسنده شيء عجيب والله فقه وتقوى وورع واستشهاد بأدلة شيء كبير مسند الجامع البخاري لذلك انتم مستعدين لك الدورة كل واحد يجيب معاه صحيح بخاري يجيب معاه صحيح البخاري ويتبع معاه اللي مش نقراه انا يقراه وراه حتى نكملوا الصحيح كامل كل يوم سبت ما بين المغرب والعشاء هذا الوقيعه عام هذا رامي جايكي مثلا حتى في السير باذن الله يزم على الاقل 50 مجلس ان شاء الله باذن الله كان مسجل عليه هي يلزمها نهارين كان لقيت الهمة عالية طلع من النهار لحد لا لا الواحد مش نهارين عليه في المغرب والعشاء السبب عندكم جمعيات تقروها ولا معش والله صعب صعب مش تدرك كل شيء يا ولدي ما لا يدركه لا يدركه كله لا يدركه لي امرني نعطي اسناد اللي يحضر لي يبدا مواظب على الحضور له اسناد الى الامام البخاري ثم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسناد هذا بخيط 3 شهور وانا مكعبس رجليات من الصباح لليل مش خليته مش سياده فلان بيد الله ياتيك وانت جالس في تونس لم تخرج له لذلك اخواني الكرام احنا نحرص على انه ننشر الاسناد في الحديث. تعرفوا انه ما فماش دورات كثيره في الاسناد للامام البخاري، قال ما تجد دوره للاسناد لشنو؟ للامام البخاري. يعني مش كل شيء قاعد يقرا في 7000 حديث. 7000 حديث مش نقراهم. سبع قراءة، كان ثم اشياء نلاحظوها. اما باقي الاخواني حتى القراءة مش على الاقل تقول قد سمعت البخاري هم في مجلس واحد نقرأ 50 حديث ممكن أو أكثر بحيث في 50 مجلس إذا إخواني هذه هي المقدمة لا 7 أفضل 7 إن شاء الله إخواني الكرام نحن علاش نحبوا الاسانيد هذه؟ والله لتنشيط الطلاب ولا هي مسؤوليه عظيمه جدا. شيخ سامحني كنا نعمل الدوره مثلا 40 نوويه بالتفسير، التفسير كما قلت لكل شيء له سياق، ثم يسموه الدرايه والروايه اخوان. ثم الحديث روايه والحديث درايه. لا نحن في الحديث روايه. واحوجنا كذلك الى الحديث روايه. مرات تعشى والحديث على الاقل تقول قراته في تولى لما عرض علي بفضل الله اي حديث باذن الله اذا كان في البخاري يقول لك نعم. يتعرف لانك سمعته. وهذا طيب اخواني هذه سنه كانه رسول صلى الله عليه وسلم يتكلم هذا لانه اعلى درجات الصحه شنو؟ كانه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم.
فلذلك الإنسان يحرص إخوان الكرام خاصة الأعوام تمر وكل الفرص قد لا تأتيك وقد تكون الآن أعزب بعد فترة متزوج ستعمل سكذا الأولاد يشدوك من الجنة بتاعك كنت خارج إذا إن شاء الله ربي يبارك فيكم إن شاء الله شيخ معلوم والله فيها معلوم 50 دينار أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن طلاب جمعية المصطفى يستطيعوا يعطوا بالتقسيط من 5000 وانتقال حتى تكون بعد عام يكونوا كملوا 50 ربي يبارك فيكم إن شاء الله زي. شبيل على أقل إخواني تروح البلاد بالله بالنسبة لعلوم القرآن كيفاش؟ تعنين معها؟ أي أزرق فيصل أخونا الشيخ خالد باهي من الغرام حسن قاعدين مركزين معها صدقين شكولي 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 تزيد من الوقت؟ هو غاب المرة اللي فاتت والله ما نحبش نغير بها شنو هو تحبه بوليكوب في شنو شنو هو في ايش الإدارة مش قاعدة تطبع في شنو قل لي يا صابر شنو هو عربية اعطاهم العربية ما تطبعوش شنو هو بالله غير العربية ان شاء الله باذن الله نعم نبدا ان شاء الله هيك ندري شطوري باب شايف راه مش الاساس كلنا كنا في البوليكوبات صراحه تاع العربيه تاع فيصل تاع الشكولاته فودي انت عند فلاش ملي اخواني ثم دوره في اللغه العربيه باش تستمر نحبكم الشيخ مع الشيخ شوقي تاخذه واللي يحب يحضر في التطبيق العملي مع اخونا خالد الزواوي نفسه هو يقري لغه عربية كل نهار حد من 10 لنص النهار في الجامعة اللي يحب عنده رغبة في تعلم خاصة الإعراب كيفاش تعرب الكلمات ممنوع من الصرف ومش عارف شنو كل نهار حد من 10 بالعدد اي هو تو في الدورة هو مستقر الدورة في بكم في دورة اللغة معلقة سامحنا يا شيخ قول اخواني مش خايف لا مش سفاق للجميع قلنا دي مش حاضرين بعد سبق سمع حاضر مكانش بعد سنة ثانية وأخوات سنة أولى الموقع الموقع الأخبار هبطنا على الله يكرم يعني تكون ديما الأخبار ولا التليفون على الحصص ولا برشا خاطر مهمة برشا الله يرحم القصرين ربي يرحمهم شنو شنو نجوم بعيد يعني ساعات ينزل في بلد الشيخ مش حتى يجي هو وين هو هذا علينا والله يتغشى لا هو شيء مستشار وزير شغال كثير مشكلة هو مستشار وزير شؤون دينية وضرب فرصة هذا عسل في الدرس لا شيخ هو خاتم صلاح راهو عقيده سلفي تاريخ تاريخته به عقيده هو